أهلا بكم من جديد. التيار الصدري في العراق رفض دعوات الحوار، بينما لجأ زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وهو أحد قادة الإطار التنسيقي إلى السعودية بحثاً عن مساعدة من جانب مرجعية عربية جديرة بالثقة. فما هي الأسباب التي تدفع التيار الصدري إلى رفض الحوار؟ ولماذا لجأ عمار الحكيم إلى الرياض؟ وهل يمكن للعراق الخروج من أزمته بظل حالة الانسداد السياسي الراهنة؟ زيارة زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم إلى السعودية بعد ساعات من انقضاء جلسة الحوار التي رعاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تشير إلى حاجة الأطراف العراقية المختلفة لمرجعية عربية مؤثرة ولا تثير الجدل وليس طرفا في أي نزاع. هذه الزيارة وسط الدعوات إلى حل الأزمة بوسائل الحوار تقدم اعترافا واضحا أيضا بأن السعودية طرف تعاون واستقرار لا طرف تدخلات كما هو الحال مع إيران. التيار الصدري انتقد الحكيم بسبب الموقف الذي قال فيه إن قوى الإطار التنسيقي متمسكة بمرشحها لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفها بأصوات الفتنة وزج الشباب في الفوضى، وهو ما اعتبره الصدريون تهديدا لتحركهم الداعي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. التيار الصدري عاد ليتمسك بموقفه الرافض للحوار مع الأطراف التي يقول إنها هي التي كانت سببا للأزمة عندما شكلت الثلث المعطل الذي حال دون تشكيل الحكومة، وهي تريد الآن عودة البرلمان إلى الانعقاد بعدما أجبرت التيار الصدري على سحب نوابه منه لكي تستفرد بالقرار. العودة إلى ما قبل انسحاب نواب التيار الصدري باتت غير ممكنة أيضا لأن التعطيل سوف يتجدد، والبرلمان نفسه لم يعد يحظى بالشرعية ذاتها لأن موازينه اختلت. وبحسب التيار الصدري فإن جماعات الإطار التنسيقي تريد انتهاز الفرصة لكي تملي خياراتها وتعيد تدوير عجلة الفساد. الطريق إلى الحل ما يزال طويلاً لأن أرضية مشتركة للحوار ليست متاحة بين طرفين يختلفان على أسس النظام السياسي نفسه وليس على حصة فيه. وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا ضيفانا من الرياض وعبر سكايب دكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي، أهلاً بك. ومن بغداد فلاح المشعل الصحفي والكاتب السياسي، أهلاً بك. أبدأ معك دكتور عبد الله، السعودية بلا شك لديها استعداد لحل هذه الأزمة كقوة إقليمية مهمة ومؤثرة، ولكن هل لدى الرياض استعداد للتعامل كوسيط يعني يلجأ إليه الإطار التنسيقي الموالي لإيران؟ أهلا وسهلا بك يا أبو الضيوف الكرام. أنا أعتقد أنه اليوم الرياض لن تنأى بنفسها عن أي مشاكل تحيط بالإقليم، ولذلك هي لن تقدم نفسها بالمناسبة كوسيط بين الطرفين، لأنه اليوم الوضع في العراق وضع معقد ومتشابك، تداخل فيه الطائفي مع الديني مع العقائدي مع الإقليمي مع المصلحي أو المنفعي مع العشائري، وبالتالي من المصلحة الآن الوقوف على مسافة بعيدة من كلا الأطراف حتى تتقبل جميع الأطراف بما فيها التيار الصدري دخول المملكة العربية السعودية كطرف لوسيط وهو مقبول من كلا الأطراف. في هذه المرحلة أنا أتمنى أن لا تزج السعودية باسمها في الصراع العراقي العراقي، لأنه البوادر اليوم تشير إلى أن الأمور تتجه إلى صراع أو إلى حرب أهلية. طيب، محددات الدور السعودي دكتور عبد الله، يعني في ضوء ما أشرت إليه من عدم الزج بنفسها في خضم هذه الأزمة، محددات هذا الدور السعودي حتى لا يحدث ذلك؟ حتى لا يحدث ذلك، أولا يجب أن تكون هناك قبول من الأطراف، كل جميع الأطراف اليوم في العراق بالعراق، الإطار التنسيقي والسيد مصطفى الكاظمي كرئيس الوزراء حاليا، وأيضا التيار الصدري، أن يتقبلوا ما يتوصل إليه الحل السعودي وأن يتم تطبيقه حرفيا، لأن السعودية ستقف على المنتصف من الجميع. السعودية تنظر إلى العراق كبلد عربي شقيق دون النظر إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو غيرها. أيضا عدم تدخل أطراف خارجية أخرى في لإفساد الحل السعودي، وأنا أتحدث هنا عن إيران أو أتباع إيران تحديدا. نعم، طيب، من بغداد سيد فلاح المشعل، يعني لماذا يلجأ هنا الإطار التنسيقي إلى الرياض، وهل يأتي ذلك بضوء أخضر من إيران؟ نعم، تحية لك ولضيفك دكتور عبد الله.
أقول حقيقة السعودية لها موقع متميز حقيقة في الخارطة السياسية، خصوصا في تأثيرها التجاوري مع العراق والمصالح المتبادلة، وأنقذ تاريخ العلاقة ما بين العراق والسعودية. والسعودية لها قبول واحترام في اعتقادي الشخصي من جميع الأطراف، حتى وإن بدأت بعض الأطراف في أوقات سابقة تعلن عدائها أو اعتراضها على التدخل السعودي، رغم أن السعودية تتدخل بما يخدم مصالح العراق. هذا ما كشفت عنه تجارب الأحداث التحولات التي حصلت من 2003 وإلى الآن. توجه الإطار حقيقة إلى السعودية، لأنه السيد الصدر في أكثر من مناسبة سابقة رفض تدخل يعني تحت شعار لا شرقية ولا غربية، فكان واضح أنه لا يريد تدخل إيراني ولا يريد تدخل أمريكي. يمكن أن يكون التدخل السعودي مقبول لدى السيد الصدر، لكن المشكلة كبيرة، هي حقيقة مشكلة عراقية كبيرة ترتبط بجوهر العملية السياسية. العملية السياسية في العراق عملية بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة، لأنها تقوم على فكرة محاصصة طائفية وعرقية. وهذا البلد حقيقة منذ 20 سنة تقريبا، أو على وجه الدقة 19 سنة، يعاني من انهيارات كاملة للدولة العراقية، سواء الخدمات، سواء الجانب الأمني، سواء مشروع السيادة الوطنية. هذه كلها ضاعت خلال فترة تصدى فيها الإطار التنسيقي، أو الشخصيات المهمة والفاعلة والأحزاب الفاعلة في الإطار التنسيقي تصدى فيها لمسؤولية الحكومة وإدارة الدولة، وانتهت إلى أزمات متراكمة وضخمة جدا، يعني بحيث أصبح العراق يذكر ضمن الدول المتقدمة جدا بمجال الفساد والتراجع وضعف الخدمات وغير ذلك. لهذا أنا أجد من تدخل السعودية تدخل، إن تدخلت سيكون تدخل حذر جدا وتدخل مشروط، لكن كما ذكر الدكتور عبد الله بالضرورة سيقترن، أو من الواجب أن يقترن بمواقف جميع الأطراف. الإطار التنسيقي مطالبه بدأت عالية المستوى دون سيد قواعد. فلاح، يعني هنا جميع الأطراف، هل يعد من بين الأطراف إيران كطرف فاعل في المشهد السياسي العراقي؟ إذا كان السؤال إلي، إيران ما عادت حقيقة فاعلة بالداخل العراقي، لأنه الإطار له تبعية، يعني أكثر العناصر الفاعلة في الإطار لهم ولا ولهم تابعية لإيران. هذا أمر بات واضح لدى الجمهور العراقي والشعب العراقي، وخصوصا المحتجين في الخضراء وهذه المظاهرات التي تخرج بالآلاف بل بمئات الآلاف. لهذا حقيقة ما عادت إيران تمثل الضامن لطرف الإطار التنسيقي، لأنه بالنتيجة الإطار التنسيقي محسوب على إيران. أما موقف السيد الصدر من التعهد الإيراني فأعتقد هو مرفوض، يعني وهناك وقائع وأحداث أنه في زيارات متعددة للسيد قاعاني كان يروم بها، بحسب التسريبات كان يروم بها لقاء السيد الصدر، لكن السيد الصدر قد أغلق الباب أمام أي وساطات، لأنه أزاء مشروع تغيير وأزاء مشروع كسر المحاصصة الطائفية التي يصر عليها، أو التوافقية السياسية التي يصر عليها الإطار التنسيقي. طيب دكتور عبد الله، يعني هنا الحديث عن الرياض كطرف تعاون وليست كطرف تدخلات في هذه الأزمة، وكما أشرت في معرض حديثك لوجود محددات للدور السعودي، وأنه يعني يتوخى الحذر في الدخول في خضم وتشعبات هذه الأزمة، لكن لا يخفى على أحد أيضا أن إيران يمكن أن تبرز كطرف خفي. هل إذا استدعى الأمر التفاوض بشكل مباشر أو الحديث بشكل مباشر مع الطرف الإيراني، كيف سيكون الموقف السعودي وما الذي يمتلكه من أوراق ضغط دبلوماسية؟ أولا نعتقد أن إيران ليست طرف خافي، إيران طرف ظاهر وواضح للعيان. إيران لا شك أن الإطار التنسيقي هو يتمر بأمر إيران. إيران سيطرت اقتصاديا ودينيا وسياسيا واستخباراتيا وأمنيا على العراق بكل ألم حقيقة نتحدث. لكن السعودية لديها علاقات جيدة مع بعض الأطراف الفاعلة في العراق، السيد مقتدى الصدر، السيد مصطفى الكاظمي،
وبعد زيارة عمار الحكيم أيضا إلى جدة، أنا أعتقد أنه أصبح لدى الرياض بعض الأوراق المهمة جدا المكافئة للأوراق الإيرانية أو الولائية لإيران. الرياض اليوم لها ثقل سياسي كبير جدا في المنطقة وفي العالم، وتستطيع أن تؤثر. هناك أيضا مفاوضات سعودية إيرانية يجب أن لا تغيب عن البال، وهي أيضا قطعت شوطا إيجابيا، وهناك حديث عن تأهيل السفارات في كل من الرياض وطهران لعودة السفراء أو عودة الممثلين الدبلوماسيين. إذن أنا أعتقد أن العملية أصبحت في هذه المرحلة أكثر نضجا وأكثر قربا وأكثر توافقية بين كافة الأطراف. طيب سيد فلاح، يعني هنا التيار الصدري رفض هذه الزيارة، زيارة الحكيم إلى الرياض، كيف تقرأ ذلك وانعكاساته على الداخل في ظل هذه الأزمة ما بين الطرفين؟ نعم، أنا أقول حقيقة اللجوء إلى طرف الاستحكام إلى طرف ثالث، يعني مثل السعودية أو أمريكا أو أي دولة فاعلة ولها قدرة في التأثير على الداخل، اللجوء لها يأتي بعد استنفاد الحلول الداخلية. الحل الداخلي حقيقة هو موجود، عمليا موجود اليوم في الشارع، جماهير تطالب بحل البرلمان، وهذه الجماهير قد يكون التيار الصدري هو في طليعة هذه الجماهير، لكنها حقيقة الرغبة شعبية عارمة وأغلبية شعبية، لعلها تمتد من 2019، يعني من انتفاضة تشرين وثورة تشرين وإلى الآن. وهذه حقيقة لا يريد أن يتقبلها بعض السياسيين الشيعة داخل الإطار التنسيقي. اليوم ضرورة، يعني أصبح ضرورة حتمية تغيير هذا النظام السياسي، نظام قائم على فساد حقيقة، قاعدة أساسية فساد وضياع الهوية، الهوية الوطنية العراقية ضائعة، بلد بلا مواطنية، بلد يعني مفتوح لكل الأطراف تفعل ما تشاء، بلد تحكم مجموعات من الميليشيات ومن الأحزاب الفاسدة، وضياع المال العام، والعالم صار يسمع، يعني صار العراق تحول إلى مفارقة كونية بحجم الفساد وبحجم الفوضى السائدة فيه. ما هكذا هو العراق، العراق بلد منتج للخير، للفكر، للأنظمة، للعلوم. لهذا حقيقة اليوم العراق وصل إلى نقطة لا عودة من مشروع التغيير، وأنا أتحدث عن رغبة جماهيرية شاملة حقيقة، وهذا ما نلمسه في الشارع في كل مكان، لكن أصرار الأخوة في الإطار التنسيقي على أن تكون الحكومة توافقية، وعلى أن تكون الحكومة هي المكون الأكبر، ويقصدون به هنا المكون الشيعي، لهذا هم لا يريدون، يريدون البقاء في ساحة السلطة، ويريدون أن تستمر الحكومة التوافقية، ويريدون عقد البرلمان الذي يصر السيد الصدر على حل البرلمان وعلى إقامة حكومة مؤقتة تهيئ لانتخابات مبكرة. لهذا حقيقة السيد الصدر يجد في الحلول الداخلية هي الناجعة عمليا، هي التي تؤدي إلى حل المشكلة وليس ترحيلها إلى الأمام. من هنا يأتي في تقديري الشخصي، يعني من هنا يأتي رفض السيد الصدر لأي تدخل سواء كان من إيران أو من السعودية أو من أمريكا أو من أي طرف آخر، لأنه سيجد في ذلك أي الإطار التنسيقي مهرب من الأزمة وترحيلها إلى وقت آخر. ومن هنا حقيقة يأتي رفض أو عدم قبول التيار الصدري بأي مبادرة خارج النطاق المحلي. دكتور عبد الله العساف، يعني هنا الحديث عن هذه الزيارة، هل يراهن الإطار التنسيقي على تأثير الرياض على التيار الصدري؟ أو هل يرغب في ذلك؟ تأكيد. بكل تأكيد، هو لم تأتي هذه الزيارة أو لم تتم إلا لأنه توقعوا أن الرياض تمتلك علاقات جيدة مع مقتدى الصدر ولديها قدرة على التأثير عليه. وأنا أتفق أيضا مع الضيف الكريم، أنا أعتقد أنه تجنيب العراق التدخلات الأجنبية من مكانات عربية أو فارسية أو تركية أو غيرها، ويتفاهم العراقيون فيما بينهم ويتفاهمون من النظرة الوطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية أو العقائدية، الولاء للوطن أولا كما تفضل مرة أخرى الضيف الكريم. هذا العراق، هذا البلد العربي العظيم المنتج، ذي الأنهار، ذو الخيرات، ذي العقول، أصبح بلدا يرثى لحاله،
وبالتالي علينا مرة أخرى أن ندعم هذا التوافق فيما بين التيارين. ولذلك ربما أنا أنظر إلى رفض مقتدى الصدر لزيارة عمار الحكيم إلى السعودية من منظارين. المنظار الأول المنظار الإيجابي، وهو أنه لا يريد الزج بالسعودية في أتون الصراع الشيعي الشيعي، وهذا ربما غير مقبول من الإطار تحديدا ومن إيران، وربما يعقد المسألة. الإطار الآخر هو ربما أنه قد تضرب علاقات السعودية مع مقتدى الصدر عندما لا يتقبل مقتدى الصدر الوساطة السعودية، وبالتالي يحدث شرخ فيما بين الجانبين. وهل برأيك دكتور عبد الله يعني أنه لن ينظر في مخرجات هذا الحوار وهذا اللقاء؟ وهنا أتحدث عن التيار الصدري. نعم، أنا أعتقد أن التيار الصدري سيبلغ أو ستصله رسالة بما تم التوافق عليه مع السيد عمار الحكيم، ورغبة الرياض في حقن الدماء وفي الاصطفاف العراقي نحو الوطن الكبير. وأنا أعتقد أنه مرة أخرى ستمارس الرياض ربما ليس علناً ولكن باتصالاتها الخاصة بما تمتلكه مع مقتدى الصدر، ربما لجمع الأطراف كافة الفرقاء في مكان يرغبه الجميع ومعرفة ماذا لدى الجميع من نقاط الخلاف. السيد الصدر طرح عدة نقاط، مرة 3 نقاط، مرة 2، مرة 12 نقطة، وبالتالي تحاول تقريب المسافة فيما بين الطرفين. هذا من ناحية ربما نظرية، لكن من ناحية عملية أنا أعتقد أن الوضع مرة أخرى الوضع معقد كثير ما دام هناك أطراف أخرى تجيش الشارع وتحشد اليوم لمصلحة ضد المصلحة الوطنية. أنا أعتقد أن الرياض ستنأى بنفسها كثيرا، لأن التجارب السابقة علمتنا ألا نزج بأنفسنا داخل أتون صراع ربما يكون هو طائفي وليس عراقي عراقي. طيب سيد فلاح، يعني هنا التيار الصدري هل سيرحب بمخرجات هذا اللقاء أم أنه رفضه لهذه الزيارة في الأساس ستقف حائلا أمام ذلك؟ نعم، أنا في قراءتي للحال يعني أجد أن العربية السعودية ومستوى نظرها للعلاقات الخارجية، هذا المستوى يقوم على قراءة دقيقة للمشهد العراقي وتفاصيله الداخلية. وبالنتيجة في الذاكرة مؤتمر طائف الذي نجحت السعودية العربية السعودية في ترشيد الحرب اللبنانية وإنهائها، لكن ماذا أنتج بعد ذلك؟ أفضى إلى حكومة طائفية تتحكم بمقاليد البلاد وانتهى إلى بلد فاشل بالتمام والكمال. اليوم العراق حقيقة إن انقاد إلى ذات السياقات بالنتيجة هذا الموضوع سيكون في خدمة الإطار التنسيقي والهدف إلى تحويل البلد إلى كونتانات طائفية وعرقية، وبالنتيجة سيخسر العراقيون قبل كل شيء حقيقة. من هنا أنا أعتقد حتى الدور السعودي سيكون دور أخوي إرشادي أو نصائحي ليس أكثر، وسيتقبل ذلك السيد مقتدى الصدر. لكن مقتدى الصدر يبني يعني ومتبنياته تقوم على وضوح تام وتحديدات واقعية عملية. أنا أعتقد الرياض الآن تتفهم تماما مطالب ومشروع التغيير الذي ينادي به السيد مقتدى الصدر. هو يريد أن يفكك هذه الحكومة القائمة منذ 2003 أو 2004-2005 إلى الآن من أنها حكومة تقوم على مفاهيم وتوزيع السلطات طائفيا وقوميا وعرقيا. هذا الموضوع حقيقة أفرغ العراق من حقيقة التغيير من نظام ديكتاتوري كان يقوده صدام حسين إلى نظام ديمقراطي. يعني هو القشرة أو العنوان الفضفاض الخارجي هو الديمقراطية المتمثلة بانتخابات، والانتخابات مزورة في عمومها سوى الأخيرة التي فاز بأغلبيتها التيار الصدري وطالب بحكومة أغلبية تكسر المحاصصة الطائفية. وقف الإطار معارضا لهذا المشروع وكأنه يعارض مشروع إرادة الغالبية من الشعب العراقي، وبالنتيجة كان الدعم الإيراني للإطار رغم أنه إعلانهم يقول نحن لا نتدخل في هذا الأمر، لكن الظروف الواقعية بالداخل العراقي اليوم الداخل العراقي داخل محتج حقيقة يعني. وهذه القضية ما لا يدركه بعض القادة من السياسيين الشيعة. هذا الموضوع حقيقة اليوم أصبح بنقطة لا عودة كما ذكرت. من هنا ينبغي على الأخوة في الإطار التنسيقي أن
يدخلون بدائرة الوساطة المعقولة والتي تقوم على تنازلات والاعتراف بالحق. التيار الصدري بأنك فزت بالأغلبية، تمام، أنت خرجت من البرلمان، الدستور فقد محدداته وشروطه الزمانية. لهذا اليوم حقيقة تخضع إلى قوة الشارع ورغبة الشارع، وهذا ما أراده السيد الصدر حينما خرج من البرلمان وترك فكرة الصراع من سياسي برلماني إلى صراع شارع. ماذا يريد الشارع؟ هو مع الشارع. اليوم الشارع يحتاج ويطالب بحل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة، وبالتالي تعديلات دستورية، استبدال المحكمة الاتحادية وغير ذلك من شروط، وبالتالي هذه الشروط جميعها تفضي إلى إقصاء الفاسدين الذين يتهمهم بمبدأ المحاصصة الطائفية. طيب دكتور عبد الله، يعني هنا الحديث عن المخرج من هذه الأزمة الحالية ورؤية المملكة لهذه الأزمة. المخرج هو حيبقى في يد العراقيين أنفسهم أولا وآخرا دون تدخل أطراف أخرى تؤجج الصراع، وأنا أقصد هنا الطرف الإيراني أو أطراف غربية تحديدا لا تريد لا بالعراق ولا بالمنطقة خير. السعودية مثل كما تفضل الضيف أيضا تتحدث من جانب أخوي، من جانب شقيق عربي يود أن يستقر هذا البلد، لن تتحدث كثيرا ولن تتدخل أو تتعمق في هذه الأزمة، لأنها فعلا أزمة معقدة كثير جدا، والغوص فيها سيجعلنا صحيح. نغوص أيضا في مشاكلهم، وبالتالي ربما سنحسب على هذا أو ذاك، وربما تجر المملكة إلى مشاكل هي في غنى عنها. العلاقات العراقية قادرة على ترميم نفسها بنفسها متى ما تصالح العراقيون من أجل العراق وليس من أجل من هو خارج العراق. هل ترى ذلك ممكنا دكتور عبد الله؟ يعني الحديث عن حل عراقي في ظل انسداد أفق الحوار ما بين الجانبين؟ أنا شخصيا بطبعي متفائل، لكني الحقيقة أرى أن الأمر يتجه إلى صدام بين الجانبين من خلال ما رشح من الحرب، حرب التغريدات وحرب الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشحذ الأتباع والتعبئة الشعبية الكبيرة من كلا الجانبين. أرى أن الأمور تسير إلى حرب أهلية لا محالة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى عكس ذلك. شكرا دكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي على هذه المداخلة وهذا التفاؤل أيضا الذي نختتم به الحلقة، وأيضا أشكر السيد فلاح المشعل الصحفي والكاتب السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لكما. انتهت حلقة اليوم من وراء الحدث، شكرا لكم وإلى اللقاء.